يا استاذ مروان، يا استاذ مروان تكفى، ما عاد انا بدان التلفون، لانني ياك يوم كلمت فيه ماتت عمتي، والحين ما ادري وش يبي بهذا ان العمده. شاء الله تموت انت. خذ تكلم، لا تطولها. يلا طيب كلمه انت استاذ وقول له اني ما موجود. فكري، لا تفضحني قدام العمده، كلم انت. اقول له ما انا فيه يا ابن حلال، انا قايل انك فيه، شو تكذبني يعني؟ بتشوه سمعتي عند العمده؟ طيب كلم. طيب 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 الو الو. اي نعم طلع. اي ضروري. طيب حاضر. ايه حضير. ايه طيب اجي ضروري. شفت استاذ مروان وش اسوي الحين؟ وش اروح لضروري؟ ها؟ ايه اكيد انك انت صاحب مشاكل ومسوي لك عمله، وايه ولاداك ضروري جدا. انا؟ ايه انا استاذ مروان وش سويت لحد؟ وش سويت لك؟ حضير حضير. ايه انت دوختني. انت ما انت بحاط لي اعتبار عندك، مره مستحقرني ومستفسرني. لكن اسمع، اكيد انك انت مسوي عمله كذا وهارب. اسمع، لا يكون لك صادم لك انت احد بالدباب وفارك، لا يكون لك ضارب احد من هالحاره. اجل شو مسوي؟ ما ادري، انا سويت مشاكل. اكيد سويت. يلا فارقني بس. قم 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 برا. لا تناقش، اطلع لي، اطلع برا، دفلك برا. وش اسوي طيب؟ لا تقول لك برا، ايش دخلني انا؟ روح اكلم العمده. يلا روح. ضلوا ورا زوجي احمد، حتى خلوه يعرض اسهم الشركه للبيع. معقول يضحك على احمد؟ شو رح يستفيد من هالشي؟ انت ما بتعرفي ليوسف، بده يحطمنا، بده يذلنا. نحن يما، نحن اللي طعميناهم، نحن اللي خليناهم يقفوا على اجريهم. نهله ما تقولي هالكلام، انت عم تحطميني. ليه؟ انت شو اللي دخل بهالموضوع؟ كيف شو اللي دخل بهالموضوع؟ ما انت بنتي مثل ما هي بنتي، واذا ساعدتيه انه زوجك كان غني، فهلا زوجها غني فيها تساعدي؟ يساعدنا؟ والله بموت من الجوع وما بخلي حدا يساعدنا. طيب ما تاخدي مساعدة من حدا، بس بدي اعرف كيف رح تعيشوا بالمستقبل. لا تخافي، نقدر ندبر حالنا. ضل معكم فلوس؟ ما بعرف، لكن لابد ما يكون فيه. يا ما نصحتك يا نهلة، يا ما نصحتك وقلت لك ما تصرفي بهالشكل. ما كنتي تسمعي كلامي. يما يما، نصايحك هلا اسكاكين بقلبي، بتخليني حس بالندم بكل لحظة. ما انا عم بحكي معك حتى ما تندمي، لانه بعدين ندم مش راح يفيدك. يا نهلة اصحي لحالك وخلي علاقتك منيحة مع اختك. يوم انه انا بكرة الله بياخد وداعته، ومش راح يضل لك الا اختك اللي بتحبك. طيب يما، انا بحبها لنادية، بحبها، لكن هيدا يوسف ما بقدر طيقه، ما بقدر. طبعا ما بتطيقيه، لانك بتغاري منه، لانه كان افر من زوجك وهلا اغنى منه. يا نهلة لا تحزي حدا يا حبيبتي، خلي الحب يدخل قلبك، لانه اللي بيحب بيتمنى اللي يكون عنده يكون عند اخوه. طيب يما طيب، بس قولي لي شو بدي اعمل بعد اللي سواه يوسف؟ ما بدي منك شيء، بدي منك شيء واحد بس، تشيلي هالحقد من قلبك وتخلي الله يحبك ويفرجها عليك وعلى زوجك. حضير حضير، ايش فيك اخوي؟ مالك زعلان؟ اخوك العمده. ماله؟ العمده طالبني ضروري جدا، وقال لي مروان لازم تروح لها ضروري جدا. ليش يا حضيب؟ مسوي شيء لا سمح الله؟ ما ادري يا اخوك يا وحيد، انا مروان يقول انت حق مشاكل وانك سويت كل هذا، ما سويت شيء. حضيب انا اخوك وصاحبك، اذا في مسوي شيء غلط قل لي. ايش مسوي شيء غلط؟ اقول لك انا خبرني مسوي شيء غلط، لكني بصراحه يعني في شيء موضوع مخي يا وحيد ومتعبني، اخاف انه مسويها الرجال. ولا تخاف ولا عبالك، بتروح على العمد بتستفسر الموضوع وبتعرف وبتواجه بالحقيقه. العمد بعدين بطلبك بشي خير. العمد بطلبك. ايش تدريني يا وحيد؟ لكن انا بصراحه يا وحيد مسوي مشكله مع مين؟ ابو خطيبتي ابو زهره. مسوي مشكله مع ابو زهره؟ اي. وش هي هاي المشكله؟ وش هي؟ خد دراهمي وحمقت ورحت له وحشته ويا اربعه معاه. الاربعه اللي اخذتهم معاك مشان تطقهم في بيت ابو زهره؟
تضحك علي وحيد؟ لا يا حبيب يا اخوي يا اخوي، ولا تاخذ على بالك ولا تحط الوسواس بمخك. انت بس روح، هذا ابو زهره رجال خبل وما يسويها. روح انت الخبل والله، تارك الشغل تارك المعاملات وجاي تتكلم مع واحد فاضي؟ انا ماني فاضي. المهم العمده اتصل فيه مره ثانيه ويقول يا انك تجي يا يرسل لك الشرطه ويحبسونك. شلون يعني؟ انت بس روح واحمل زي ما قلت لك، بتفوت على عمدي وبتقول له ايش فيه وبتستفسر على الموضوع. يلا خليك قوي، خلي قلبك جامد وسخر. يلا يلا يا اخوي حبيبي، يلا حبيبي، يلا يا اخوي. اخ هذه فرصتك يا مروان، فرصتك. قم ذبح. يعني في الواقع يا استاذ صلاح اني انا مشغلتني ذا المشكله اكثر مما مشغلها اي واحد في الشركه. مروان مدبت من جاري، ووحيد هو اللي يشتغل، ونعمان هو اللي يشتغل، وانا ما غير اشتغل اكثر منهم كلهم الحين. فمثل مشكله اليوم مثلا العمال طال عمرك ما يقولون انه ما ينزلون البضاعه بسرعه في من ناحيه طرف السواقين اللي جايبين البضاعة من الميناء. فالسواقين احتجوا وقال ان ذول ما ينزلون بضاعتنا بسرعة، اذا حنا نبي تعويض على هالبضاعة هذه. يا استاذ صلاح. ايوه يا حضور. انت معي يا استاذ صلاح؟ معك. زين، فانا كان عندي اقتراحات ودي اقترحها، انه ما هو معقول ان نترك السواقين يبطون هنا في المستودع علشان ننزل بضاعتهم في سرعة. لازم من منجزات الشركة اللي تتحرك فيها هي تنزيل البضاعة. فقررت إن نرسل مروان ونحطه في المستودع علشان إنه ينجز البضاعة ويمشي حال السواقين ولا تخسر الشركة تعويضات لهم. أي سواقين؟ شلون أي سواقين أستاذ صلاح؟ شلون الله يهديك؟ شلون؟ أنا ذبحتني وأنا حاتي من الصبح أستاذ صلاح، ما هو معقول هذا. زين، أقول لك السواقين يقولون إنهم متأخرين العمال في تنزيل البضاعة، وحنا لازم ننجز أعمالنا بسرعة. أي بضاعة؟ شلون أي بضاعة أستاذ صلاح؟ شلون؟ شلون أنا وش أسوي أنا أذبح من الصبح؟ أنا وين أشتغل؟ بالبوفيه أستاذ صلاح؟ أشتغل بالبوفيه ولا في المكتب ولا عندك ولا أذبح؟ ذبحتني أنت؟ طيب. أنا وش طيب يا أستاذ صلاح؟ ما يصير. ما بطريقة هذه التعامل معي. تعال عندي يا هو، تعال هنيا، تعال جنبي، خذ الحكي معك. الحمد لله مت انا يا استاذ صلاح من الصبح وانا ما غير ادبس معك وحكي معك. مت يا استاذ صلاح. ايوه اقول لك معي. معك معي. معك معي. معك. زين اقول لك السواقين يقولون انه لازم ينزل العمال بسرعه علشان ما يتعطلون الاعمال في الشركه، وانا اقتنع انه يروح مروان ويشتغل عندهم في المستودع علشان ننهي موضوعاتنا. فهمت؟ اي مستودع؟ اقولك ذبحتني يا استاذ صلاح، ما هي بطريقه ولا هو بعمل. اقول لك نبي نحط مروان في المستودع ولا ان نعجل امور الشركه لانها خربت الشركه. اي شركه؟ اخ ولا عيال، يا والله اللي اندبحت يا حضيه. ليت بفوهي ولا رافقتك ولا خاويتك ولا اشتغلت معك في المكتب يا استاذ صلاح. زين 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 يا حظوظ، لا تزعل، عيد من الاول. عيد عيد من الاول. اي زين اصبر علي، راح صلح لي فنجان شاي وتعال. اي بالحال. فهذا طال عمرك اللي حصل، فوش رايك في الموضوع علي؟ هو يعني انا بقول انه الموضوع، بس عن اي موضوع انت حكيت؟ شلون عن اي موضوع أستاذ؟ اقول لك ان السواقين في الشركه محتجين على العمال انهم يتاخرون في تنزيل البضاعه اللي وصلتنا من الميناء. فانا قلت ان امشي امورنا اما ننزل مروان في المستودع ولا انك انت تقعد عند مروان. اللي حصل انك انت لا رحت لمروان وانا ما جيت. انت وش تحكي انا انت؟ ها؟
وش تتكلم عنه انت؟ انا بسمع، انا ما بتكلم. قول قول قول، هاي سامع. قول. اسمع انت يا اخوي، انا راح وقتي، انا ما نبع على كيفك يا استاذ. يا استاذ وش نسوي في الموضوع؟ وخلصني وخلي اروح. طيب زين، شو نسوي في الموضوع؟ طيب شو رايك انت؟ وش رايي انا؟ رايي انا؟ امسى علينا الليل وانت تقول وش رايك انت؟ هالحين تسالني وش رايي انا في الموضوع؟ اجل ما نطالع من هنا يا لين يطلع رايك انت واشوف وش رايك انا ولا انت في ذا الشركه. ها؟ طيب هاي ورقه. ايه؟ وهاي قلم. شو رايك نكتب؟ شلون وش رايك تكتب؟ نقل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدري انا ما بوراقك، لكن ان شاء الله باكر دام اني جيت ولقيتك يا استاذ صلاح. ما انت موبد لي حل الموضوعي، موضوع العمال والسواقين والبضاعة اللي ننزلها. ها؟ بضاعة ننزلها. ايه، انسان ما لقيت لي حل فاعتبرك مستقيل من الشركة. اي موضوع هذا بحكي؟ شو بك يا وحيد؟ شو صار لك؟ ما متضايق يا اخوي نعمان، بفكر. وعلى شو منجعلك حالك بهالشكل؟ مشكلتي حضيض شاغلتني يا اخوي. ايه هيدي مشكلة وحدة من مشاكله الكتيرة، ما تعودنا عليه من زمان انه يحل مشاكله بنفسه. لا 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 يا اخوي نعمان، تبين هذه اصعب مشكلة بتواجهه في حياته، ولا بد ما تدخله السجن. يمكن ما يدخل السجن، ويمكن يكون الموضوع بسيط وما بيحتاج لكل هالحزن هذا اللي عليك. لو هالمشكلة ما بتدخله السجن كان ما اتصل العمدي مرة ثانية في حضيض وقال له يجي، ولا بجيب له الشرطة تاخذه للحبس. الشرطة بدها تاخده؟ ايه هيك قال الأستاذ مروان، بس انا طمنت حضيض وقلت له ما يردش، بس انا منزعج منزعج. مين؟ مين اللي قال انه اتصل مرة ثانية والشرطة بدها تاخده؟ الأستاذ مروان. شيخ انا طول الوقت هون وما حدا اتصل. بس يعني ما فيش شرطة ولا ما يحزنون؟ ابدا ابدا، انا كنت هون طول الوقت. انت متأكد يا نعمان؟ متأكد. الا الحمد لله. طب ليش لعاد الاستاذ مروان يقول هالحكي لحضيض؟ ايه بده يخوفه بس ويتخلص منه ومن نكده. اخ منك والله ما انت قليل يا مروان. طبعا ماني قليل، بس وش الموضوع؟ الموضوع كنا عم نتحدث بمواقفك قدام مجلس الإدارة والموافقة بالإجماع على آرائك ومقترحاتك. فعلا طبعا. تشوف هالمليف هذا؟ هذا فيه تقارير وتوصيات بشأن رفع مكافأتي بناء على اجتهادي ونشاطي. أستاذ مروان، هذا الملف اللي أنا سويت لك إياه. إيه أنت كتبت بعض السطور لكن أنا جيت ومسحتها، ما بقى الا ارائي وافكاري. طيب ممكن اشوف السطور اللي مسحتها وارائك اللي ظلت؟ يعني انت مصدقني انت؟ لا مصدقك، بس يعني الموضوع. والله العامله اللي عملها فينا ابو زهره ما يعملها عاقل. يا بنت الحلال، هو من جديد هذا طبع ما غير محسب منك كل يوم؟ تغير فيه شيء هو؟ ايش رايك يا حضيض نروح له؟ نروح له؟ الحمد لله. إيه؟ ليه نروح له؟ تصالحه تراضي يا بنت الحلال، عقب كل ذا السواية تبين اروح وصالحه؟ ما علي يا ولادي، الطيب احسن بدل ما يبهدلنا، يمكن عقله يلين. عقله يلين؟ ولا خاف انه يلين قلبك. انا؟ ايه انتي تزوجينا. الله ما ادري وش اقول لك يا ولادي. لا تقولين شيء. قوه انسان تبين نروح لما نشوف وش عنده. البسي بشتت والحقيني. زين. وزي ما قلت لك يا ولادي، نجاحي في الحياة سببه إني عصامي، ها؟ وبعرف قيمة الدراهم، لأنه الدراهم إلها قيمة كبيرة في هالحياة. المهم يا عم أبو زهرة، الله يرضى عليك، حنا جايين نتفاهم معك بالذوق وبالإنسانية. أي أبو زهرة، وبعد لا تنسى حنا جيران، وكان ممكن يصير بيننا نسب.
وإن شاء الله إن شاء الله بصير بيننا نسب، إن كان ما هو بجهتكم بجهتنا. وش ذا الحكي؟ وش تقصد يعني في جهتنا؟ يعني يا حضيض والله يا ولادي ما أدري ليش أنت كثير مرات ما تفهم ومرات تفهم. وش اللي ما أفهمه؟ ممكن توضح كلامك يا أخي، أنت عارف حالنا زين. وأنا عارف حالي زين بعد. أسمع زهرة بنتي مستواها كبير، أنت تروح تدور لك على واحدة مستواها من مستواك، واحدة نسيتها الدنيا. إيه تكلم على كيفك، سب أرفع عصاك في وجهي، قل اللي تبيه، لكن ما يخالف لك يوم يا أبو زهرة. إيه شو تقول لك يوم؟ كيف تقول لي لك يوم؟ أنا ما قصرت معك يا حضيض يا ولادي، أنا رجعت لك الإسوارة اللي أول بول اللي جبت لي إياها. ما شاء الله، وعلشان رديت لي هذه تكلم علي بعد ترفع صوتك علي؟ وش سويت لي؟ أنت أخذت كل اللي عندي. أنا أخذت كل اللي عندك؟ أخذت كل اللي عندك بدليل الكشف اللي قدمت لك إياه وقطعته ورميته بوجهي وطردتني من بيتكم. يا أبو زهرة، وهذا اللي مزعلك يا أخوي؟ إيه وهذا شوي هذا قليل، أنا رجال محترم وإلي قيمتي وإلي مركزي في الحارة وفي البلد كلها، يجي ابنك يا حضيض المراسل في شركة مفلسة يطردني؟ يعني ما في فائدة، ما في فائدة من التفاهم معك يا أبو زهرة. ما في فائدة من التفاهم معي، وانت ما انت خرج التفاهم بعد. زين يصير خير يا أبو زهرة. شوف شوف أقول لك يا حضيض يا ولادي، أنا يعني استعد أتنازل عن كل طلباتي إذا. إذا؟ وش إذا ذا؟ ها؟ إذا. يما أنت ليش دايما بتقسي علي؟ مع أني طول عمري بفكر فيك وبدي مصلحتكم. أنت بعمرك ما فكرتي إلا بنفسك ومصلحتك. أنا لو كنت أفكر بنفسي بس ما كنت خليت جوزي أحمد يعين يوسف مدير للشركة ويحافظ عليه ويحسن له وضعه. هيدا كله كرمال مين؟ كرمال أختي نادية. أنت عملتي هيك لحتى تضلي مفضلة على أختك نادية، لحتى تحسي دائما أنك أنت مفضلة عليها، حتى تحسي أن جوجها موظف عندك وعن زوجك. يا نهلة، أنت طول عمرك بتحبي أنك تكبري على أختك، بس الحق علي أنا، أنا اللي دللتك. كنت حابة عودك عن المرحوم أبوك، ما كنت عارفة إنه هالشيء أخرته هيك. طيب ليش يما ما قلتي لي هالحكي من الأول؟ ليش؟ أنا طول عمري بحكي معك بس أنت لا بتسمعي ولا بتشوفي. يا نهلة يا حبيبتي، فوقي لحالك قبل ما يفوت الأوان، وانتبهي لزوجك ووقفي معه بمشكلته. لا جوزي أحمد ما عنده مشاكل، بكرة بتشوفي بتشوفي إذا ما صرنا أحسن من هلأ، وساعتها فرجيهن لنادية ويوسف شو بعمل فيهن اللي عم تدافع عنهم هلأ. أنا ما عم دافع عن حدا، أنا بدي مصلحتكم كلكم. لا لا يما، أنت 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 فكرتي إنه أنا خلص خلص ما عاد انفعك وجوزي أحمد فلس مشان هيك عم تدافع عليهن؟ خلص يما، أنا بعرف أنا بعرف إنك أنت عم تفتشي عن مصلحتك، بعرف. نهلة شو عم تقولي؟ أنا أمك يا نهلة. خلص خلاص يما، انا ما عاد لي حدا ما عاد لي حدا، كلكم بتكرهوني بتكرهوني. خلاص عيب يا نهلة، عيب اللي عم تقولي. ارجوك ما بقى تقولي شيء، ما بدي اسمع ما بدي اسمع. ما في شك ان في فصل الصيف تتكثف الانشطه، يصعب جدا ان تجد مثل هذه المناظر ومثل هذه الظروف في اي مكان اخر من العالم. السفر فيها مشاوير العمر، حبيبي بعدك كيف اسوي؟ الصيف والناس، السبت 3 مساء على ذكريات. Thank you.
وسوي اللي بيطلع بيدك. زين زين يا حضيض، وما يكون اسمي غصين ابو زهرة ان ما وريتك. يا رجال اللي يطلع بيدك سويه، انت شايب تخذرف علينا، انت هامني انت. ها اطلع برا برا، انت مطرود من بيتي مطرود. لا برا. لا يا ابو زهرة لا تطردنا من بيتك. انت لا ما انت مطرودة، انت تفضلي مع السلامة، لكن انت اطلع وبدون مع السلامة، تفضل برا. يا رجال انا ما جاي انا بتفاهم معك، لكن الشرم مو علي وراك تقولين نتفاهم معه، هذا وجه تفاهم. مشينا بس مشينا برا. مشينا مش يا رجال برا. عيب يابا، احنا جيران. ما انا داري ان جيران، ما انا جارهم بعد وطردوني من بيتهم. لا تنسى انك كنت غلطان. لا انا مش غلطان يا بنيتي، انا مش غلطان. بعدين اسمعي انت، ليش تتدخلي؟ ها انت ما تتدخلي بهالكلام. بعدين أد اقول لك ممنوع تروحي عند ام حفيظ، ولا تطلعي من هالباب، ولا تدخلي من هالباب الا باذني، وحتى لو اعطيتك اذن ممنوع، وممنوع تروحي عندها لو انها حتى يعني لو وافقت تتزوجني، فاهمه؟ لا يا شيخ صحيح، بس احنا ما عندنا خبر مره. زين زين انا بروح المدير الحين واشرح الموضوع. مع السلامه. ها خير يا استاذ مروان؟ حبسوا حضيض؟ حضيض متى مسكت حضيض انت الحين؟ لا بس انت عم بتحكي عن مصيبه، قلت لابد يكون صار له شيء. المصيبه ذي لي انا المره ذي. لا بنتي انتهم الله يا استاذ مروان، انا لله وانا اليه راجعون. شد حيلك يا استاذ مروان، شد حيلك. خبل انت، شو الكلام اللي تقول انت الحين؟ على كل حال نحن ان شاء الله بنقوم بالواجب بالبيت. ان شاء الله يا استاذ مروان. كل واحد دايم الله ولا حول. شو السالفه؟ مش قلت انه جاتك مصيبه؟ جعلها ان شاء الله تصيبك وتصيبه. احنا كمان؟ اي لا حول ولا قوه الا بالله. ايش صار؟ شو صار يا استاذ مروان؟ مين اللي مات؟ ما حد مات، ان شاء الله تموت انت. ما حد مات. طب لحد شو القصه؟ فهمنا نفهم. مصيبه ان الشركه الحين فلست واحنا ما ندري، والاسهم معروضه للبيع. صح شركتنا للبيع؟ اي خلاص. شلون؟ طب السؤال اللي بنسأل نفسه، ليش بدهم يبيعوا الشركة؟ ليش؟ يا أخي ما مفهومي، منشان يطردونا. يعني ما بطردونا إلا إذا باعوا الشركة؟ طبعا بالأول كانوا عم بيراعوا إحساسنا وشعورنا. يا سلام عليك. يا جماعة الخير، أنت شعورك وإحساسك ألا حد حاس فيك ولا حد داري عنك، مهنا حد. بس الشركة خلاص بتفلس. الشركة راح تفلس؟ أي مدام نحن الموظفين وأنت رئيسنا. شب اهلا اهلا يا بنيتي. صباح الخير يا خال. صباح الخير. انا جايه ابشرك. تبشريني خير ان شاء الله. ابوي ما رفع دعوى ضدكم ابد. وش تقولين؟ ما رفع دعوى ابد؟ ايه بالله، هو قال لي هالكلام وانا جاي ابشرك، ولازم ارجع على البيت قبل ما يجي. الله يطمن بالك يا بنيتي، الله يطمن بالك. ترى كان همنا كبير، بس حد ما كان بوت هو اللي رافع الدعوة. من هو اللي رافع الدعوة وليه؟ خلص لا تزعلي يا خالتي، ما انت بحاجة لأحد، لا إلنا ولا إلهم. أنا مزعلانة على نهلة، بقدر مزعلانة على تفكيرها اللي حاملته، وهذا الشيء رح يحطمها بالآخر. زين السلام عليكم. اهلا حضيض. مسيت بخير يا خالد. خير. الاستاذ يوسف موجود اذا سمحتي. تريد منه شيء؟ اي والله ابي، موضوع هام وعاجل جدا. هام وعاجل؟ اي والله. هو بالبنك. بالبنك؟ اي اثره هو قايل لي انه بيروح يستلم الشغل اللي في البنك. زين. شو هالشغل الهام اللي تبي فيها يوسف؟ خاص بالشركة؟ انتي خلاص. ايه لا خلاص. سلام عليك. سلام عليك. يا حضيض اذا كنت تريد شاي يعني مساعدة مالية ايه؟ انا مستعدة اعطيك اللي بدك اياه. لا شكرا اخويا. مع السلامة. بس انا اللي بعرفه يا وحيد انه السبب بطرح اسهم الشركة للبيع هو استقالة الاستاذ يوسف. بس احنا سمعنا الخبر اول ما سمعناه من الاستاذ مروان.
فكيف بتقول هالحين انك سامعه من زمان؟ انا صحيح سامعه من زمان لكن ما بحب احكي كثير. السلام عليكم. السلام. اهلا استاذ يوسف. يا مرحبا يا شباب. اهلا وسهلا. يا هلا. وين الاستاذ احمد ولا الاستاذ صلاح؟ ما في حدا منهم ولا الاستاذ مروان كمان. فعلا انت ما دريت يا استاذ يوسف. عنيش يعني طرحوا اسهم الشركه للبيع. الا ادري وانا جاي من البنك مخصوص علشان هذا الموضوع. الو انا نعمان. لا مش موجودين. الاستاذ يوسف هون. تفضل استاذ يوسف. مين الاستاذ احمد؟ طيب. الو مرحبا يا اخ احمد. اهلا. ايه اسمع احمد، انا بصراحه بذلت يعني كل ما عندي من مجهود. في ناس قدام انا بس يبون الاسهم بسعر اقل من سعر الاصدار. ايه لا انا الان يعني احاول معهم في رفع السعر ان شاء الله ما يكون للخير. شوف يا احمد، اذا كان انك صامل على كلامك لازم تعطيني تفويض في الموضوع وخلينا ننهيه مثل ما اتفقنا. طيب طيب ولا يهمك. لا انا ما اقدر اقعد. طيب اشوفك بعدين، مع السلامه. خير يا استاذ يوسف؟ كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. بامان الله. بامان الله يا استاذ يوسف. بامان الله. بامان الله. مش قادر افهم شو اللي بيصير. يلي بيصير انه الاستاذ يوسف بده يرجع الشركه مثل ما كانت بالاول، وتاني شيء انه ما بعرف شيء. تعالي هون. وين كنتي؟ ها؟ كنت ما قلت لك ممنوع الخروج والدخول من الباب؟ ليش ما بتسمع الكلمة ها؟ يابا أنا دايما أسمعها، لكن رحت لعند أم حضير وطمنتها إنك ما اشتكيت عليهم. لا روحي طمنيها إني اشتكيت عليها وإنه بدي أخذ منها تعويض. تعويض؟ إيه تعويض، وإني ما رايح أسقط دعوتي إلا إذا رجعوا لي الإسوارة اللي رجعت لهم إياها أول بأول. لكن يابا. ولا لكن ولا مش لكن، اسمعي وروحي بشريها بعد بشرة زينة إلك وإلهم. ها؟ وإيش هي؟ هي إنه جارنا أبو سعد جه وطلب يدك مني وقال لي خذي الطلبات اللي بدك إياها. وافقت؟ ها ها مجنونة وافق مثلك أنا؟ بدي أعرف أول إنه بيقدر يدفع لي كل الطلبات اللي بدي إياها ولا هو خبل مثل حضيض؟ يابا أنت تظن إني سلعة تريد تزوجني للي يدفع أكثر؟ ها؟ مش عاجبك؟ لا ما هو عاجبني. اسمعوا اسمعوا هب 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 هب. البنت اللي بتجاوب أبوها وبترفع صوتها، أبوها اللي فنى عمره وهو يطعمها ويسقيها ويربيها ويصرف عليها دراهم، يصرف دراهم. اسمع أقول لك، أنا بدي زوجك للرجال اللي بدفع فيك أكثر، فاهمة؟ حتى لو كان يعني قد جدي. شو يا نعمان؟ شايفك ولا بوارد شغل ولا ناوي تشتغل ولا عبالك ايش فيه؟ ولا شو اشتغل؟ طالما ما عارفين حالنا بدنا نضلنا هون ولا لا؟ يا رجل ما بصير، احنا منضل نشتغل لا يقولوا لنا، اما ضلوا او برا. برافو عليك، وخذ هاي المعاملة واشتغل لي اياها ومشكور. يا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي حضير، شو صار معك؟ ما صار شيء. يعني ما قابلت العمدة؟ وأنا أقدر أقابله؟ يعني لا أخذت بمشورتي ولا سويت شيء؟ لا بالله ما سويت شيء. ودي أستشير الأستاذ يوسف. رحت له البيت ولا لقيته. رحت له البنك ولا لقيته. وجيت هنا إياه ولا لقيته. ما لقيته يا نعمان؟ لا إجا لهون وراح. وين راح؟ اسمع يا حضير، هالحين صار وقت الغداء، لابد ما تلاقيه في البيت. يا جماعة ضايق صدري، أنا
أنا متورط. أروح على البيت يا وحيد. روح البيت وهو يشور عليك ويدلك على الشيء الصح. الله معك يا حضيض. شكرا يا أخواني. أمان الله. والله قلبي معك يا حضيض. وأنا ضايق من صدري وقلبي معي. أمان الله. شكرا يا أخواني. أمان الله. شكرا يا أخواني. يا حبايبي يا وحيد. يا حبايبي. نعمان. يا حبايبي. تكفون ادعوا لي يا ربع. أنا إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. ترى أنا متفائل جدا يا أستاذ حبايبي. أنا متفائل جدا. شكرا الله. شكرا. بمعنى الله يا أخواني. تعز علي كثير هالبني آدم. إيه يا بنيتي. والله ما أدري بوت راح يوديت لوين. لابد ما نلاقي حل هالمشاكل كلها. المشاكل هذه كلها بوت هو اللي يسويها. لازم نلاقي طريقة جديدة ونوقفه عند حده. طريقة جديدة؟ الطريقة الجديدة تخليه يهدى كم يوم؟ أسبوع؟ شهر؟ سنة؟ على طول بإذن الله. يا خالتي أبوي تاجر بي، أنا بضاعته الثمينة، لكن تلفت هالبضاعة ما يقدر يبيعني. تلفت؟ إيش تقصدين يا زهرة؟ أتظاهر بالمرض. وهذا هو الحل الوحيد اللي ممكن أنه يخلي الشركة تستمر في نشاطها، وهذا باعتقادي أنه أقل ضرر ممكن يصيب الشركة. أنا واثقة من تصرفك الزين يا يوسف. بس المهم أنه أحمد يقتنع ويقنع مجلس الإدارة. طالما هو إجيك على البنك بنفسه وطلب منك وترجيك، معقول ما يقتنع يعني؟ معقول نص أنه ما يقتنع. ليش يا يوسف؟ لأنه نهلة ما اقتنعت. لا لا أنت ما عليك، أنا حكيت معها كم كلمة مناح وراح يحاول معها مرة تانية وثالثة، بلكي الله بيهديها. تبين تروحي لعندها يا خالتي بعد كل اللي صار بينكم؟ ما صار شيء يا بنيتي. أنا أم وإن شاء الله بالمستقبل بتعرفي شو هو شعور الأم. وأنا إلى الحين ماني فاهم. الأستاذ أحمد يقول لي كلام، والأستاذ صلاح يقول لي كلام، والتليفون يقول لي كلام. وانت شو بتقول يا استاذ؟ اقول اقرأ الفاتحة على هالشركة انتهت. لا 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 يا استاذ مروان، يعني خلاص ما في فايدة؟ خلاص ما في فايدة، حتى بسعر اقل من سعر الاصدار ما احنا بلاقين حد يشتري. طبعا المسألة مهمة جدا، يعني الواحد اللي بده يشتري الشركة لابد ما يفكر في الموضوع، مش معقول يروح رامي فلوسه هيك وتبذير هاد. يعني انت متفائل يا وحيد؟ طبعا متفائل، ليش التشاؤم؟ يعني الحين انا متشائم وهذا متشائم، تيجي انت اصغر موظف تتفائل عندنا؟ اولا انا مش اصغر موظف، في حضيض اصغر مني. اه يا حضيض تلقاه الحين رائد في السجن. اولا ما بظن، لانه قبل شوي كان هون وعم بيدور على الاستاذ يوسف لحتى يشوف له العمده. يعني ما راح العمده هو؟ لا ما راح العمده، اصلا العمده ما اتصل مره ثانيه وما قال انه الشرطه بدها تاخذه بالقوه، انت بس كنت تخوفه انت انا عارفك انت يا رجال. الحين تلقى الشرطه تدور عليه ان شاء الله. ان شاء الله ما يصير الا الخير. وانت للحين بعد متفائل انت؟ طبعا. ايش؟ متفائل؟ مستحيل يما وافق له على شروطه. يا نهله يا حبيبتي، يوسف بده مصلحتك ومصلحه زوجك. لا يوسف ما بده إلا مصلحة نفسه. نهلة، أنتوا ما عاد في قدامكم حل تاني. أنا بعرف إنه يوسف بده يسيطر على الشركة حتى يزلنا. بده ينتقم منا عن الأيام الماضية. ليش حتى ينتقم منكم؟ أنتوا شو عملتوا له؟ يما نحن كنا مسؤولين عن يوسف ونادية. لا، أنتوا كنتوا عم تزلوه، بس يوسف طلع عاقل وبيفهم وضل محافظ عليكم. يا نهلة، شيل هالغشاوة عن عيونك وأصحي لحالك. شوفي حالتك وين صارت. لا يما، حالتي بعدها مثل ما هي. بكره بتشوفي شو بعمل انا واحمد. نهلة، احمد حطه وما رح يطلع بايده يعمل شيء، وهلا فرصتك الوحيده انك توقفي جنبه وتنصحيه. انا بنصحه لاحمد، لكن مش مع يوسف يما. ما كنت اتصور ابدا انك حقودي بهالشكل. ما كنت اتصور ابدا. يا نهلة، الناس عم تمد ايدها حتى تساعدكم وانت عم ترفضي هالايد. ليش؟ لا انا ما بقبل مساعدي من حدا. ما بدي. اسمعي لقلك، هي اخر مره بحكي فيها معك، واذا ما سمعتي كلامي بعمرك مش راح تشوفيني. فهمتي يما؟
يما لا تروحي لا تروحي يما يما لا تروحي يما. ليه كلهم تركوني؟ ليه كلهم تخلوا عني؟ حتى امي تخلت عني. ليه احمد مش مبين؟ احمد وينك يا احمد؟ وينك يا احمد؟ وش بعد وش بعد يا غصين؟ مش معقول هاي كل الطلبات. يا لا انا نسيت شيء. لكن وش نسيت؟ زهرة؟ يا زهرة؟ نعم يابا. تعالي يا بنيتي شوفي لي هالطلبات هاي كلها وذكريني اذا نسيت شيء. لا اكيد نسيت اكيد. حاضر يابا. اي الحقني يابا. الحقني. اي وش بلاكي يا بنيتي؟ ما اقدر امشي. ما اقدر امشي. لا يا بنيتي لا كيف ما تقدري تمشين؟ لازم تمشي. شعري انه شيء يمسك برجلي. شيء مثل ايش؟ ما انا شايف شيء يا بنيتي. ما اقدر امشي. حاولي يا بنيتي حاولي. اي لا حول ولا قوه الا بالله. ما اقدر يابا. خلاص انا انتهيت. لا يا بنيتي انا اللي انتهيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيش أسوي؟ اسمعي أنا رايح أجيب لك الدكتور. لا ما في لزوم يابا. أخاف تخسر كل فلوسك. كل فلوسي؟ زين يا بنيتي زين. لكن أنا وش يطلع بيدي؟ ما تبكي يا بنيتي. احبيض يستاهل كل خير. إنسان طيب ومسكين لكن نصيبه. إيه شقل لك يا وليدي بس. فعلا يا خالتي صدقين إنه حضيض رجل عصامي وما يلين للشدايد أبدا. وترى العمدة اتصل فيي وقال لي إنه ما لازم يخاف، بالعكس لازم يفرح ويسعد. يفرح ويسعد بلعون. من وين يجي الساعد من رفع شكوى؟ ها بس يا خالتي ما حدا مشتكي عليكم ابدا. شو تقول؟ شو الموضوع؟ زهره تقول ابوها ما رفع شكوى وانت تقول ما حد رفع شكوى، شو الموضوع؟ يا خالتي انا قلت للعمدي يخبرني شو الموضوع، قال لي لا خلي حضيض يروح لعنده اليوم بعد الظهر ويفهم منه الموضوع. ايه زين ان شاء الله يجي الخير على يدك يا ولادي. ان شاء الله يا خالتي، وترى انا الوحيد المتفائل. خالتي انا الحين اروح العمدي واعرف منه بالتفصيل وباجي بطمنكم. زين ليه ما تنتظر حضيض؟ خايف انه يكون خايف يرجع للبيت، فاحسن حل انا اروح بنفسي وافهم الموضوع بالتفصيل واجي اطمنكم. زين بامان الله يا خالتي. لا تبط علينا يا وحيد. ولا يهمك يا خالتي. بامان الله. بلعون انه رجل شهم وكريم. يا سلام بعد فيه بالدنيا خير. أسئلة كثيرة تحتاج لأجوبة. رسالة وردتني من المرسلة أم بسام. اقتراحات بناءة. لكن قضية يا إخوان التشاؤم وكون الإنسان يقول هلك وكل الناس ماتوا وخلاص نزل عليكم العذاب، لا يا أخي. مشاكل وحلول. بعدما كبر يشكو من زوجته وأنها بدأت لا تقوم بحقه. منكم وإليكم الجمعة الرابعة مساء على ذكريات. ايدي يابا شوف
ايش اشوف بعدي يا بنيتي؟ ايدي ما اقدر ارفعها. ها؟ ايدك بعد؟ زين يا بنيتي ما ضروري ترفع ايديك. اذا بدك شيء انا بجيبه لحدك. ريقي ناشف بدي اشرب. ها؟ زين يا بنيتي اقوم اجيب لك مي. خطة بدت تنجح مش معقول. عيوني عيوني. ها؟ يابا عيوني يابا. وش بلاهن عيونك يا بنيتي؟ عيوني انت وين؟ ها؟ انا هون يا بنيتي وحامل مي. انت وين يابا؟ ايش اللي صار لي؟ بالاول رجلي وبعدين ايدي وهالحين عيوني. سامحني يابا سامحني. لا حول ولا قوة الا بالله. مسامحك يا بنيتي مسامحك، لكن باذن الله باذن الله تعيشين. وايش دفعها العيشة؟ وايش دفعها؟ يا بنيتي يا حبيبتي ولا يهمك، انا بدبر لك عريس يقبلك وانت بهالحالة. لا حول ولا قوة الا بالله. لا تبكي يا بنيتي لا تبكي. ها؟ وش تقول؟ اقول شيء، اقول انا لازم اروح اجيب التكتور. ضي الثور؟ عيب يا ابا عيب عيب. عجيب والله ما انا مصدق. صدقني يا ولادي صدقني انه كان هنا وقال لي انه ودي يروح يشوف العمده مشان يفهم منه الموضوع. يا حبيبي يا وحيد الا انك كفو. الحقوني يا جيراني. هذا يا جيرة. أبو زهرة خير خير. مصيبة مصيبة جت على راسنا ونسلم الله. مصيبة يا ابن الحلال ما يخالف. اهدى اهدى بس علمنا وش اللي صار. وش اللي صار فيك زهرة؟ قالها زهرة قاعدة تموت تموت. الحقوني روح شوفوها. ايديها بطلت تقدر تحركهن، رجليها بطلت تقدر تمشي عليهن، عينيها بطلت تقدر تشوف فيهن، أذانها بطلت تسمع فيهن، كلها بطلت كلها. وش بنات واقفة؟ روح البس البشتس خلينا نروح نشوف وش صار فيها نطمئن عليها. إي إي جارتنا روحي روحي. لا لكن ولا شيء بس خلاص البسي خلينا نروح. المهم وش بعد وش صار فيها؟ وش صار فيها؟ قاعدة تموت. لازم تعزوني. وش بدنا نقول للعريس الجديد هالحين؟ يا ابن الحلال انت ما تستحي على دمك انت، ما تخاف من ربك، بنتك بتموت وتقول لي العريس الجديد؟ امش 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 قدامي الحقينا يمه امش. اخ يا حبيبتي يا زهرة، انك ما تستاهلين يا زهرة. لا حول ولا قوة الا بالله. يا حبيبتي يا زهرة. غيبة سودة وتمر ان شاء الله يا وليدي. هذا غيمة سودة، هذه مصيبة نزلت على راسي. اذكر الله يا وليدي. لا إله إلا الله. يا حبيبتي يا زهرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. البنت كانت مثل الزهرة ما فيها شيء. رجعت من عند أمك. ها؟ وإيش حطيتي لها في الأكل؟ ها؟ ما أدري وش شربت ولا أكلت من عندكم. ها؟ اسمع يا أبو زهرة، قلت لك لا شربت شاي ولا أكلت شاي. ها؟ لا لا شوفي سنونها، في سنونها أثر أكل وأثر شرب مي. وإيش حطيتي لها ضرها هيك؟ ها؟ يا ابن الحلال وش بلاك أنت؟ وش بلاك؟ هالحين بنتك مريضة وتدور المشاكل؟ أنا لازم أرفع عليك وشكوى، لازم. وش ذا الكلام اللي أنت تحاتيه؟ وش ذا الحاتي اللي أنت تقوله؟ ها؟ يابا أنا ما أكلت شيء من عندهم. ها؟ أنتي تسمعي وش نقول؟ ها؟ وش تقول؟ لا حول الله. يا حبيبتي يا زهرة تقول ماني سامعة. زهرة
شاء الله يا بنيتي تعودين مثل اول واحسن ونزوجك اولاد حضيض. ترى اسمعي اقول لك يا ام حضيض، اذا رجعت مثل اول مش ممكن تتزوج حضيض، اذا بده يتزوجها يتزوجها الحين وهي بحالها. زين يا ابو زهره، حنا موافقين. وش ترحتي يا جماعه؟ الحين البنت مريضه وانتم تتكلمون في العرس والزواج، هذا بدل ما تاخذونها الدكتور؟ لا، اذا بدك تفكر بالزواج هالحين تفكر بالزواج، ما تفكر على كيفك، لانه يمكن البنت بدها مصاريف علاج ومستشفى ودكتور. والله تمام، الى الحين وحيد ما جاء بعد. اجل مخصوم عليه. راح تخصم شيء ولا بيطلع بايدك. تعال. شلون ما يطلع بيدي يعني؟ يمكن يطردونه ومش عارف ان الشركه مفلسه. يا رجال انا ادري انها مفلسه، بس انا لازم اكون على راس العمل. هذا اسمه اخلاص وتفاني. والاخلاص والتفاني ما بيكون الا بالخصم؟ شلون؟ انا ما اقدر استغني انا عن الخصم، هذا اساس وظيفتي. ايوه اساس وظيفتي لازم يكون عادل، بس انت مخاوز ومنحاز. شلون يعني مخاوز ومنحاز؟ شلون؟ يعني ما بتخصم الا علي وعلى وحيد وعلى صاحبنا حضيض. لا والله خوش، شلون تبغاني اصدر اخصم على الاستاذ المدير يعني؟ لا 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 لا، بس لو كنت عادل كنت ممكن تخصم على نفسك. على نفسي؟ ايوه بسيطة. اسمع يا استاذ مروان، مخصوم عليك 5 ايام ومسامح نفسي. ها بس ابغى اعلمك اني انا انسان عادل وكريم بس. وحيد ايش فيه؟ وحيد شو صار لك وحيد؟ ها بستان؟ ها بستان الحوطه حضيض 12 مليون. ها 12 حضيض البستان خشف الشارع خشف طلع من البستان دخل بالبستان 12 مليون. شلون يدخل حتى ما ياخذ اجازه؟ شلون؟ انت اللي جبت كل ذا المشاكل علشان زهره تبيني وانا بيها. أنا ما عندي بنات يخرجن عن شوري، وما عندي بنات يقولن أبي وما أبي، أنت السبب وأمك السبب، ما أدري ويش حطت لها بالأكل. أنت السبب في كل ذا. لا أنت السبب. لا أنت اللي سويت كل ذا المشاكل ذي. سيارة الأستاذ يوسف. يبيني يكفي. وين بدك تروح؟ وين بدك تروح مني؟ ليكن لديك معلوما يا رجال، ارفع عليك شكوى. شكوى. يا هلا ومرحبا. هيا الله الاستاذ يوسف. الله يبقيك. تفضل. الله يسلمك يا حبيبي. يا هلا ومرحبا. بارك الله فيك. تفضل استاذ يوسف. هلا والله وسهلا. استاذ حياك الله. يا هلا. خطوه عزيزه يا استاذ يوسف، بصراحه انا اول ما سمعت البوري يعني قلت سبحان الله. حقيقة أنا جاي نعاني لكم يا حضيض بخصوص موضوع العمدة. وش بلا؟ العمدة اتصل بنا ويدور عليك بخصوص النخل حقكم. نخل؟ إيه النخل حقكم اللي في الحوطة. ظاهر إنه عقب أجدادك وعقب أبوك نخل لكم في الحوطة وعقب أجدادك ومر الشارع وطالع لكم تعويض. ذكرته. هذا مهملينه من المبطي يا أستاذ يوسف. لا أبشر بالخير، أبشرك مر الشارع وطالع لكم تعويض طيب. حنا؟ اي ما هو بالنخل لكم الا خلاص، اجل نخلكم وطاشر ابشر بالتعويض وابشر بالعلوم الطيبه. تعويض شلون يعني؟ قروش واجد قروش لنا حنا؟ اي لكم، نخلكم وجاه الشارع وجاكم تعويض، بس عساك ضابط الاوراق. ايه كل شيء موجود، انا حاط اوراق البستان كلها عندي موجوده، حاطها هي وشهاداتي الابتدائيه. زين مضبطهن، بس يعني استاذ يعني كم بيعطونا؟ والله انا سالت العمده وقال انه بيطلع لكم تعويض 12 مليون. وحيد وضح لنا شو اللي صار، والله بدوخ راسك اكثر. لو حكيت لكم شو اللي صار انا اللي راح ادوخ راسكم اكثر. يلا بس خلصنا، يلا دوخنا حضيض. بس دخنا. لا 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 لا، استنى لما تسمع بقية القصة. ليش لها قصة هي؟ يوه خيالية لا تصدق. لولاني انا رحت وشفت بنفسي كان ما صدقت مثلكم.
احكي شو اللي شفته استاذ مروان؟ كيف اعصابك؟ تقدر تقول حديد. وانت يا نعمان؟ فولاذ. احكي. حضيض جاله 12 مليون ريال تعويض عن الحوطة اللي الشارع دخل فيها. خبل الخبل مجنون انت. هي 12 مليون تجي للفراش حضيض عن بستان ما فيه الا انخلطين وثله؟ معقول انت؟ عدا ونقدا. حضيض بسم الله عليك الرحمن الرحيم. حضيض. ها شفيك؟ بسم الله عليك وش فيك؟ ها شفيك وش فيك؟ انا خيك ما ادري وش صار استاذ يوسف. ابدا علمتك. البستان حقكم اللي في الحوطه جاء الشارع وجاكم تعويض 12 مليون ريال. 12 مليون كم يصير هذا الاستاذ يوسف؟ 12 مليون كلهن لي؟ ايه كلهن لك. بس انت خلك رجال وتسنع وخلك رجل مع الرجال يا حضيض. ان شاء الله ان شاء الله. بس شوف اذا سمحت استاذ امي بجيب لك يوسف تفاهم انت وياه، لان ما ادري وش اقول. اسمع يا حضيض، اسمع انا بروح. اسمع ايوه اللي بيه منك يا حضيض انك تصير رجال. ترى انا اعرفك رجال وابيك تصير رجال وتمهلك اعصابك وتدور الاوراق اللي عندكم كلها زي. شفت؟ وتحضر اوراقك وتقدمها وتاخذ تعويضك وتصير رجل مع الرجال. وان بغيت شيء ايه؟ انا عندك في البيت. اي شيء تحتاجه، اي مشوره، اي روحه، اي جيه، تعال يمي في البيت واريحك ان شاء الله. طيب فمان الله. وين اروح؟ طيب انا الحين وش اسوي؟ يعني السيد حضيض ابنك راح عند الأستاذ يوسف وهرب وظل هناك. والله ما أدري وش أقول يا أبو زهرة. كاد إنه في شيء مهم ولا كان جاء. يقول يمكن راح يشوف حل هالمصيبة اللي هنا. هاي المصيبة أنتوا بدكم تتحملوها، فاهمة؟ إحنا نتحملها؟ شلون نتحملها؟ ها؟ كيف شلون؟ زهرة يا بنيتي رجعت عندكم وكانت مثل الزهرة، رجعت من عندكم ذبلانة، ما أدري وش أطعمتوها ولا سقيتوها. والله أقول يا أبو زهرة الحقيقة يعني حنا جيران وما حب يصير بيننا مثل هالشي. اللي تبي يصير يا أبو زهرة. اللي تبي يصير يا أبو زهرة. اسمعي، اللي بيه إنه ابنك حضيض يكتب كتابه عليها ويقدم لها كل الطلبات اللي بتتقدم لبنت بكامل صحتها وعافيتها، فاهمة؟ يعني مثل ما كانت مثل أول. زين يا أبو زهرة، أنت رح لحضيض وقل له على هالخبر وتفاهم معه. زين أنا بروح له، لكن اسمعي ديري بالك على زهرة، إذا ماتت لا سمح الله بدكم تقدموا لي كل الطلبات اللي طلبتها منكم. يا راسي. والله ما انت قليله يا زهره، انت تطلع منك كل هالعمايل هذه. ما في غير هالطريقه. المهم ابوت صدق، والمصيبه يا بعد قلبي انه حضيض كمان صدق. بس بيت ما تبالغي كثير بالامور لحسن ابوت ما يعود يصدق اللي يصير. طمني يا خالتي، ابوي يصدق بسرعه، وهالحين بده يزوجني لحضيض غصب عنكم. اسمعي، سمع صوت حجه. اي يا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ابنك ما هو هناك. زين يا ابو زهره، انا حين يرجع اشوفه واقول له على كل شيء. قولي له لازم يكتب كتابه على زهره ولا والله بجرجره في المحاكم. لا يا ابو زهره، محاكم وما محاكم، حنا جيران يا اخوي وما يصير بيننا هالشيء. على كل حال ابمشي، واذا صار شيء جديد لزهره طمني. وايش بده يصير اكثر من اللي صار؟
أقول إن شاء الله ما يصير لها إلا كل خير. بأمان الله يا زهرة، بأمان الله يا عروسة ولادي حضيض، يا زينة الزينات يا حلوة. طيب يعني وش أسوي أنا الحين؟ وين أروح؟ وش أشتري؟ يعني أتركهن بس كذا أترك كل دراهمي هذه فوتهن ولا أشتري شيء؟ لا ما أنا بتاركهن، إلا بروح الحين لأبو زهرة أشتري له ساعتين، أشتري لزهرة بشت، أشتري بيتنا، أشتري الشركة، وأعطي الأستاذ أحمد قلم وأحطهم كلهم على فينا، وأشتري دبابة جدد، وأشتري لهم غوايش، وأقول لهم كلهم إني أنا على كيفي خلاص، أسوي اللي أبيه وأروح أتمشى، وأشتري لي سيارة وأخليهم يعلموني عليها أستاذ يوسف، واشتري الأستاذ يوسف بعد سيارة وعلمانا عليها بعد، كلنا نتعلم على السيارات. حضيض وانت حضيض يا ولادي، وش تبين؟ صار لك يا ولادي؟ وش صار لي يعني؟ أنا بشتريهن كلهن، طيب وش عليك مني أنت؟ لا صار معي الدراهم وأنا وهن عندي، يعني ما أشتري أنا، أقعد لحالي، أقعد هنا بس. وين قلبي؟ وين قلبي؟ وين قلبك؟ ليه؟ ولادي يعني الهبل، ولادي الهبل. وش الهبل؟ ايش فيك يا ولادي؟ ما علي منهم أنا هم هو يقول للأستاذ يوسف، أنا قلت له شيء؟ منهم يا ولادي منهم؟ ما عندنا كل شيء حنا، أنا عندي 12 مليون وبستاننا في 12 مليون العمدة اللي طلع في الشارع جاء وقال إن كل شيء عندنا موجود، وإن الأستاذ يوسف قال أنا أتكفل لك بالأوراق كلها وأروح معك وأشتري لك يا فشي أنت تسيامنا حضير. ليش؟ ليه تصيحين؟ طيب أنا ما أصيح أنا وأنت تصيحين؟ وين اروح بهن انا؟ طيب اشتري وش اشتري؟ اترك دراهمي يروحون عند البستان؟ ولادي انهبل، ولادي انهبل. وش اللي انهبل؟ هو اللي طلع فيه الشارع، انا طلعت وين رحت انا؟ جيت من مكانهم واروح. لا تصيحين، اسمعي انا احطهم في الشنطه كلهن ولا واحد يلمسهن ولا يجيهن شيء. ويل قلبي منهم؟ ويل قلبي. انت ما علمت الاستاذ يوسف، ما قال لك شيء. وين هو؟ طيب انت روحي ناديه ويجي هو يعلمك في الشارع اللي طلع في بستاننا، والعمده ما يدور عليه بيعطيني الدراهم. ليش تصيحين؟ طيب اللي يجيه دراهم يصيح؟ ها اسمعي يعني تصيحين يعني وانا اسكت؟